مشاهد تكررت مرات عديدة وباتت أمرا معتادا في العراق، متظاهرون يطالبون بحقوقهم المسلوبة وجهات حكومية تصم آذانها عن سماع مطالبهم. تظاهرة جديدة لمحاضري وزارة التربية في بغداد للمطالبة بشمولهم بالأمر الإداري كخطوة أولى لضمهم إلى ملاك الوزارة. احنا مطلبنا واضح وصريح ومعروف من المظاهرة السابقة يعني زين والأسبق منها، واحنا مستمرين بالمظاهرات، ولكن اليوم مصرين على هدفنا، هو هدفنا بسيط وواضح وصريح، اللي هو احنا نريد الأمر الإداري الخاص بمحاضري بغداد 2020. احنا مطلبنا واحد، هو الأمر الإداري. انت شوف بقية المحافظات هسه كلهم طلعوا، المحاضرين الجدد اخذوا أمر إداري من كل المحافظين وحولوهم عقود، واحنا بعدنا أمر إداري نترجب هذا المحافظ ما يعطينا أمر إداري. المتظاهرون أكدوا أن قوات مكافحة الشغب اعتدت عليهم بالضرب بالهراوات والحجارة، ما أدى إلى جرح العديد منهم بعد قيامهم بتصعيد سلمي للاحتجاجات المستمرة منذ شهرين بسبب رفض محافظ بغداد التوقيع على الأوامر الإدارية أسوة بالمحافظات الأخرى. طالعين اليوم مظاهرة، وقبلها طلعنا مظاهرة ناشد محافظ بغداد أن يصدر لنا الأوامر الإدارية، لأن أغلبتنا قدامة وخريجين قدامة، كل واحد 7 سنين وثمان سنين ما عدا المحاضرين قدامة، كل واحد محاضر 4 سنين 5 سنين، ولحد هاي اللحظة لا وقعوا لنا أمر إداري ولا أي شيء. خريجين من 2000، أنا خريجة من 2007 زين، عندي أمر محاضرات ب 2009 وب 2008 زين، هاي أوامر المحاضرات مالتي، وعندي أمر مباشرة زين، وهاي شوف هاي الوصولات، شفت كم وصل عندي، هاي كلها وصولات كل سنة يصير بها تقديم أنا أقدم زين، وما يطلع اسمي لأنه يردون فلوس زين، أنا ما عندي فلوس. باقين هنا والخيام ننصب خيام، وباقين هنا باقين هنا يما لحد ما يعطينا الأمر الإداري مالتنا، ما نرجع. احنا اغلبنا ترك مدارسه ومكان يداوم مدرسه اهليه تركها في سبيل على مود مستقبل افضل، وقلنا محاضر مجاني وراها بلكة عقود، وهاي تالي هسه هيك نطلع مثل خالي بلاش. يلوحون باعتصام مفتوح لتحصيل حقوقهم ليستعيدوا بذلك ذاكرة انطلاق ثورة تشرين التي أشعلت شرارتها تظاهرات الخريجين قبل أن تتفجر لتضم باقي شرائح المجتمع العراقي الناقم على الطبقة السياسية الفاسدة التي سرقت العراق وحولته إلى خراب.